وجه آخر بدت عليه شوارع العاصمة الجزائرية، حيث عادت المقاهي والمحلات التجارية إلى نشاطها العادي بعد أيام من المواجهات العنيفة بين المحتجين وقوات الأمن على خلفية ارتفاع أسعار المواد الأساسية. تهدم كما نقولوا المدارس ماهيش حاجة تاع تنفع في البلاد. واليوم الحمد لله الأوضاع راهي في حالها طبيعية، وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله بلادنا تكون هكذا إن شاء الله. تحسنت الأمور، تحسنت الأمور، نشوف فيها بدات تحسن خير من السابق. الأوضاع الأمنية في الجزائر بعد موجة الاحتجاجات عرف استقرار أو وتراجع في حدة المواجهات المباشرة مع قوات الأمن، وهذا بطبيعة الحال أمر وضع ساهم فيه إجراءات الحكومة بالدرجة الأولى. ربما تكون الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قد ساهمت في عودة الهدوء والحياة الطبيعية إلى شوارع العاصمة وباقي المدن بعد موجة الاحتجاجات والمواجهات. وفي رأي المحللين تبقى هذه الإجراءات تحتاج إلى تدابير أوسع لمعالجة المطالب التي رفعها المحتجون والتي تصب كلها في خانة تحسين الوضع الاجتماعي. هناك مشكل إشكال كبير متعلق بإدماج الشباب في المجتمع، إدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. هناك مشكل سياسي متعلق بغلق المجالات السياسية في الجزائر، لا مسيرات سلمية، لا أحزاب قوية، لا نقابات، لا جمعيات. وبالتالي عندما يبادر الشباب، عندما تبادر فئات معينة بالتعبير عن رأيها، تعبر بهذا الشكل العنيف والمأساوي الذي شاهدناه في المدة الأخيرة. وبالتالي هناك إذا أردنا فعلا السلطة، إذا أرادت فعلا أن تقوم بقراءة ذكية وجدية للأحداث، عليها بالتعرض إلى الأسباب العميقة التي هي وراء هذه الأحداث. تكفل الجهات الرسمية بانشغالات فئة واسعة من المجتمع هو ما ينتظره المواطن الجزائري، ما يساهم في عودة الاستقرار نهائيا. محمد جرادة، اليوم على الحرة، الجزائر.